كونتيننتال. انتر كونتيننتال. ده لاول مره ماشي. هي اول مره تتعمل اصلا. فكون ان انت تكون موجود في بطوله زي دي برضو حاجه هتقعد طول عمرك. عايز اقول لك حاجه, فرصه كبيره ناخدها. ليه ما فيهاش اي انديه اوروبيه؟ لا فيها نادي واحد اللي هو نادي واحد اللي هو اللي هيفوز من بايرن. يعني انا بتكلم بالاساس من ريال مدريد وبتاع. الاساس هتلعب فرق اسيا, يا اما اوكلاند سيتي ويلعبوا بعض وانت تلعبهم, وبعدين تلعب بتاع امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه لما يقابلوا بعض. فيعني قصه كبيره. ولكن انا ده دي قصتي في الناحيه الاستمراريه. تعال نتكلم. انت السؤال بتاعك كان بيقول مين مكسب امبارح. مكسب امبارح بالبطوله ال 12 حقيقه بالنسبه للنادي الاهلي. اولا اكبر مكسب بالنسبه لي ومن وجهه نظري مصطفى شوبير للامانه. انا بتكلم بقى جيل جديد زي امام عاشور بياخد بطوله لاول مره, مصطفى شوبير وطبعا مهم جدا. مصطفى مش اول مره. يعني انت خلي بالك البطوله اللي فاتت طلع تالق مصطفى شوبير في الماتش الوداد الاولاني. يعني شوبير المره دي لعب اكتر النهارده. النهارده هو لعب 8 مباريات ومنهم 6 اقصائيات. 6 اقصائيات. لا يعني مش بس 8 مباريات عاديه. لا ده 6 اقصائيات, يعني رقم كبير جدا. وما يخشش فيه هدف في 6 اقصائيات, وخاصه ماتش مازيمبي هناك ده كان عامل واحده من اروع الماتشات. صحيح. فده مكسب كبير للنادي الاهلي. شخصيته مكسب كبير للنادي الاهلي تقعد معاك سنين. ادي رقم واحد. رقم اتنين طبعا امام من المكاسب الكبيره جدا للنادي الاهلي. وسام ابو علي من اهم المكاسب اللي الاهلي هيستفيد بيها قدام. يعني شايف ان بقيه اللعيبه كلهم طبعا وجود كريم فؤاد في الحته دي. ثواني ثواني بس. كريم فؤاد لان الناس اغفلت حقه. كريم فؤاد بيلعب هاي 10 على 10 وبيلعب في حته غير حتته ومش على رجله السليمه وبيعوض غياب معلول. يمكن ما حسيتش بيه هجوميا ولكنه دفاعيا تفوق على نفسه. فبرضه لازم نديله حقه. واحد زي اكرم ومروان عطيه. مروان الشوط الاولاني يا جماعه احسن واحد في المباراه. انا عن نفسي لما مروان خرج من الملعب استغربت في التغييره بتاعت مروان. انا استغربت لانه ممكن احسن الناس اللي موجوده في الملعب. انما الراجل ليه فكر معين انه هيوقف ديانج واكرم وهيزق قدامهم قفشه. فكان ليه فكر معين او هيزق قدامهم قبل ما قفشه ينزل. انما مروان واكرم حاجه جميله جدا جدا جدا. رامي ربيعه للامانه الناس بس ماسكه رامي تعرض لفترات في فترات سلخ. بس كان في كوميكس حلو قوي امبارح انا شفته. قال لك احنا قلنا ان احنا خايفين رامي. احنا فعلا كنا خايفين منه عشان هو لا يجي. ماشي. بس انا قصدي ايه. رامي احسن, يمكن احسن مباريات حياته. من احسن مباريات حياته الماتش في الترجي هناك. الماتشين وامبارح بالامان. سيبك من الجول. انا على فكره ما بقيمش مدافع على الهدف اللي بيجيبه. طبعا بقى انا بقيمه على الحته بتاعته. الراجل كان 10 على 10. بس مش ملاحظ حاجه. اللي جابوا البطولتين ورا بعض مدافعين. عبد المنعم بنعم ورامي. ده خلي بالك ده دي ترفع من كله قوي. لان انت اللي كورتين ثابتين. ايه فاكرهم انا عشان كده. فانت خلي بالك ما هو الاحسن احسن ناس بتلعب بدماغ المدافعين. وخلي بالك دي كانت الميزه بتاعتهم. يا عم بقى دي كانت الميزه بتاعتهم. هو ده بتلعب بدماغها. لا خلاص مفروض دماغك راحت. الكره الارضيه خلصت. احنا داخلين الماتشين متخوفين من الكور الثابته لان هم انت عندك مرياح وتجاي انت قلقان منهم. خافوا منا بقى في الكورنر. فخلي بالك برضو تكمل الكلام الدكتور. اللي جاب الكورنر كريم فؤاد. يعني اللي جاب الكورنر الاولاني ده تمام. وصول هانف خلي بالك قبل كريم وكانت مفروض في كورنر. اتلعبت بالعرض عاليه ونزلت وبعد كده في الدقيقه 4 الكورنر وحسين شحات اللي لعبها. بس هي الفكره كلها ان الراجل الثاني جردوزو ده بيلعب بشب منطقه بس. يعني الراجل مثبت الناس في المنطقه وواقفين. ودي مشكله الناس اللي بتلعب في الكور ثابته في المنطقه. لان اي حد بيجي متحرك. بيبقى طبعا التكوف بتاعه اعلى. ما بيتشافش. بيبقى ده من الثبات وده من الحركه. فهي دي المشكله. طيب هرجع لك تاني كابتن احمد. بس قبل ما اطلع بس هقول الملاحظه. انا مصطفى شوبير الحقيقه وعقليته الحقيقه عجبتني امبارح. قلت لك ايه؟ لا عقليته في ايه بقى ما بعد الماتش؟ راح لله. راح ل امان الله. ماميش انسان عجبني كبير. يعني سابقه سنه بس هو مش هو شخصيه. وانت بتكلمه هو عنده 19 يعني سنه تحسه واحد عنده 40 سنه. خلي بالك ما شاء الله. يعني هو صغير. لا دماغه ما شاء الله عنده ثبات وعنده قدره على التكلم. محترم. انسان مهذب. فلا يعني حاجه تشرف. انا قلت